أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج العمق، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، بالتزامن مع تقديمي أو تقدمي الرئيسي المترشح لعهدة ثانية عبد المجيد تبون إلى مركز أو مديرية المراقبة الانتخابات، مديرية عامة لمراقبة الانتخابات أو ما يسمى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتقديم ملفه رسميا لرئيسها. أقول بالتزامن مع هذا المشهد وبعد أحزاب ومنظمات جماهيرية وجمعيات أهلية، ائتلاف رئاسي أو ائتلاف جامعي رئاسي جديد لدعم ترشيح تبون، ما القصة يا ترى؟ في الانتخابات الرئاسية المقبلة منه. تملأ كل فضاء أنباء الرئاسية في الجزائر لا صوت يعلو عليها، وهي ترسم طريق عودة ثانية للرئيس الحالي عبد المجيد تبون. كأنها لم تكن كافية بقية الأحزاب والتكتلات السياسية وغيرها من مكونات المجتمع المدني الداعم لترشح تبون لعودة ثانية. يلتحق بها الآن ممثل التعليم العالي، فقد أعلن الائتلاف الجامعي من أجل الجزائر عن دعمه المطلق لتبون في هذه الرئاسيات باسم كل الأسرة الجامعية من أساتذة جامعيين وممثلي الطلبة والعمال والموظفين وعبر كل مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي عبر ولاية الوطن، وذلك بهدف ضمان استمرارية الإنجازات والإصلاحات خدمة للوطن وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفق بيان المساندة. يتساءل مراقبون عن الإضافة التي سيقدمها هذا الائتلاف للحقل الجامعي والبحث العلمي وعن توقيتها وسبب إقحام الجامعة بوعائها المعرفي في مسار سياسي معروفة نتائجه سلفا. التساؤل أيضا عن الإنجازات التي قدمها تبون لقطاع التعليم العالي والتي من أجلها يستحق هذا الدعم، وحال الجامعة الجزائرية في تصنيف متدن مستمر والبحث العلمي داخل مدرجاتها لا يؤخذ بنتائجه. هذا استغلال سياسي لكل القطاعات في أبهى صوره برأي منتقدين. ليست الجامعة وحدها التي تسير في سرب الحشد للرئاسيات، حتى نتائج امتحان البكالوريا تأخر الإعلان عنها إلى غاية مساء اليوم بدلا من منتصف الشهر. تقول مصادر نقابية إن عمليات التصحيح تكررت 4 بل 5 مرات للوصول إلى نسبة نجاح تستحق أن تضاف لإنجازات الرئيس. هي 58.28%. للحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور حميد علوان الأكاديمي والمحلل الاقتصادي والسياسي أيضا، ما يعبر خدمة سكايب من الجزائر. كما أسعد باستضافة الدكتور الشيخ بوشيخي أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر معي عبر الهاتف من مدينة وهران عاصمة الغرب الجزائري. دكتور حميد علوان أبدأ معك، هذا الخبر أثار استهجان استغراب واندهاش كثير من الطبقة المثقفة وأيضا الجامعية التي كتب كثير من الأساتذة كتبوا في هذا الموضوع، وإقحام الجامعة بهذا الشكل يعني وصف بالتعيس، يعني أنه ائتلاف جديد يخلق من أكاديميين جامعيين لهدف ماذا؟ دعم ترشح تبون. كيف بدأ لك هذا المشهد؟ سليم لو سمحت الصوت كان منقطع، ما سمعت سؤال، واسمح لي سؤالك ما سمعتوش. لا بسرعة نعيد لك، يعني ائتلاف جامعي جديد لدعم تبون، كيف بدأ لك هذا المشهد؟ أولا تحية سلام لك للمشاهدين لكل موظفي قناة المغاربية. ثاني شيء أريد أن أحيي الشعب الجزائري على نجاح أبنائهم اللي وصلت النسبة حوالي 52%،
مبروك على كل اللي نجحوا في شهادة البكالوريا، ونتمنى لهم مستقبل زاهر داخل الجامعة ويلقاوا المكان المناسب اللي يبحثوا عليه. الآن ربما سؤالك سي سليم عن الائتلاف هذا اللي عنوا عليه المنظمات الطلابية، ربما جاء في سؤالك أن الناس ربما اندهشت أو أنت اندهشت أو الإعلاميين أو كذا. لا، هذا شيء عادي في الجزائر، لأن الممارسة النقابية في الجزائر إذا حبينا نعرف وش معنى العمل النقابي وما هي الوظيفة وما هي الأدوار والأهداف والاهتمامات اللي تبقى من مصدر النقابات على مختلف طبائحها وعلى مختلف مستوياتها، سواء كانت العملية وعلى مستوى الجامعة أو على مستوى المنظمات الطلابية، فهي تصب في نفس البوتقة واللي هي الجو العام السياسي في الجزائر يخلي مثل هكذا مظاهر أو مثل هكذا ائتلاف. لأن هل هم قالوا يعني على الأقل، يعني هم قالوا على الأقل، نعم بعض الأساتذة قالوا على الأقل يعني إقحام الأحزاب والجمعيات ومنظمة المجاهدين وابناء الشهداء وابناء المجاهدين، قال المتعودين يعني على ذلك، كان يجب تجنيب الجامعة، يعني على الأقل تجنيب الجامعة هذه المهازل. لا سي سليم، هذه الممارسات القديمة الجديدة، لأن شكون كان يعمر القاعات مثلا في عهد المرحوم بوتفليقة والمنظومة الحاكمة؟ هما كانت المنظمات الطلابية اللي تعمر هذه القاعات بليبيس اللي هي تاع الخدمات الجامعية. إذا ما أنا ما نندهش من مثل هكذا إجراءات أو مثل هكذا ممارسات اللي هي ولفناهم خلاص تعودنا عليهم، وربما الجزائر الجديدة اللي يتغنوا بها قد نفس الممارسات تاع الجزائر القديمة. ولذلك هذه المنظمات الطلابية هي تمثل في نهاية المطاف يعني اتجاه عام لما يحدث في السياسة الجزائرية وما يحدث في الشأن العام في الجزائر. لذلك خليني نقول لك سي سليم، بالعكس لو كان ما صراش هذا الائتلاف اللي اندهش يقول ربما صح راح تكون جزائر جديده وراح يكون منظومه ثانيه انها تفكر بمنطق اخر، افكار اخرى، نضالات اخرى، ولكن لما تحدث هذه الاشياء هنا نتاكد بان ما زلنا توجور في الجزائر القديمه، ما زلنا في التفكير الكلاسيكي القديم، وما راح يكون حتى تغيير بهذه المظاهر هذه وبهذه التصرفات وبهذه الممارسات اللي تهين اولا للسياسه العامه في الجزائر ثم تهين للجامعه. يعني ان انت ما يخفاش عليك بان كل الاحزاب عندها جهه داخل الجامعات تشتغل معها، منظمه طلابيه تابعه لهذه الاحزاب. اذا كانت الائتلاف اللي صرا في هذه الاحزاب من بينها لا فلان ولا راندي والمستقبل والبناء وعلى شاكلته، فهما هذه المنظمات عبر الهاتف فقط ويقوموا بالاشياء اللي لازم يقوموا بها فقط، ما كانش ممارسات نابعه من افكار ومن ابداعات ومن قناعات هذا الطلبه. وانت الجامعه تعرف شو يحدث فيها. سنعود الى نعم سنعود اكيد، سنتحدث عن الجامعه ودور الجامعه في المجتمع في الجزائر او في المجتمعات الدول التي تقدمت وفي الدول التي ما زالت في يعني في مسار هذا النمو الذي لم يحدث. سأعود إليك، أريد أن أطرح نفس السؤال عليك دكتور شيخ بوشيخي، لما لا تجنيب الجامعة هذا التسييس المبتذل، يعني ولجان ترشيح لرئيس يعلم الجميع أنه سيكون هو الرئيس المقبل وإدخالها في هذه الجوقة؟ كثير من الأساتذة كتبوا يعني وقالوا كان يجب على الأقل تجنيب الجامعة هذا المشهد البائس، ما رأيك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة للجميع، واسمح لي أستاذ صالح سليم يعني اليوم ودائما أننا نقول ولو كلمة بسيطة على هذا القتل والإبادة الكرامة والآدمية من طرف هذه الأساتذة حقوق الإنسان والتحضر الرأسمالي، وقلوبنا مع إخواننا على كل حال، وأعتقد هذا شعور الجميع. أكيد. في نفس الوقت تهانينا الحارة لكل أبنائنا وبناتنا بمناسبة هذا اليوم اللي كثير يعني لا يوجد حي لا توجد فيه زغاريد، يعني ولو بيت واحد، فمبروك وإن شاء الله المستقبل أمامهم. وأتصور بأن التقرير اللي استمعنا إليه وأسئلتك يخلينا نفكر في أمر أعتقد بأنه مهم جدا، وهي مسألة النخب والنخب في كل البلدان. يعني مادام نتكلم على الجزائر، هناك هذا
تعبير نقول النخبة في الجزائر، هنا لا توجد نخبة، توجد نخب، وأنا نتمنى أنه تكون دائما نخب، لا توجد نخبة فقط على مقاسي أنا أو ما تريد أنت أو ما أريد أنا وأنت. وأعتقد بأن مدام تفضلتم بأنه كثير من الأساتذة كتبوا أو اتصلوا ولم يعجبهم هذا الأمر، معناه هناك جزء وأجزاء من الجامعيين لم يشاركوا في هذا الأمر هذا اللي أنت لست راضي عنه، بمعنى أنه لا وجود لشيء يجبر الناس، يعني الناس هؤلاء الذين ظهروا صورة والصوت بالأسماء إلى آخره هم اختاروا هذا الأمر هذا، يعني أغلبية الأساتذة والطلبة هم في عطلة، البعض منهم كثير مع الرئيس لكنه لم يعبر، لم يحضر لهذه الأشياء، والتنظيمات التي عبرت عن نفسها أنا أعتقد علينا، ما أعرف لك أن توافقني، ولكن علينا في يوم من الأيام نوقف أنا وأنت وكل أبناء النخبة في البلاد ونشعر باحترام بعضنا البعض، يعني ليس لأني أنا أختلف مع رأيك معناها أني شراولي وباعولي، ما موش بالضرورة، يعني ما موش بالضرورة، لأنه هذا راح يخلينا في الجزائر حتى يتكلم عليك وعلى الناس اللي ضد هذه الفكرة، قال أيدي أجنبية وأقدام أجنبية، وهذا أنا نرفض هذا التعبير، هذا أرفضه تماما. نعم. من حق الجزائري أنه في يوم من الأيام يفكر بأنه الرئيس الحالي السيد عبد المجيد تبون يعني يوافق عليه، ومن حقه أن لا يوافق، وأنا أتصور بأن هذا أمر عادي. أنا شخصيا منذ 2019 وقلت ذلك وكتبته، أنا الذي كنت أقول دائما بأن والتسجيلات موجودة عندكم صفحتي وكتاباتي، أنه في وقت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، ولما كان في العاصمة يقولوا على ديدانه، كنت كتبت أنا بأنه تزوير الانتخابات هو الذي يعني هو البصمة التي لا يمكن أن تغتفر. نعم. ابني ما تبني سوف يزيله الوقت، أي شيء مطار طريق سريع، وكتبت هذا ولم أعتقل ولم يقل الاسمت. نعم. وقلت أنه الانتخابات المزورة هي أم الخبائث السياسية. نعم. كل الأشياء تدخل يعني هل أفهم منك أنه انتقلنا فعلا إلى الانتخابات الحرة والنزيهة غير المزورة؟ أنا أحدثك بأثر رجعي. نعم. يعني 2019 يوم 12-12 كتبت ما يلي هكذا بهذه الجمل، السيد عبد المجيد تبون انتخب بطريقة قانونية لكن في ظروف استثنائية، هذا هو الواقع، هذه الحقيقة التي لاحظتها أنا شخصيا. والبعض في تلك الفترة قال طبعا لم يكونوا في حاجة للتزوير، طيب إذا لم يكن هناك تزوير مادام كان هناك المقاطعة. طيب فالآن أن بعض الجامعيين فضلوا أن يعبروا عن رأيهم، عددهم 10% 50% 90%، هؤلاء أبناء وطن لهم أعلام لكل حرية، والذين لم يعبروا 90% يعني 10% أيضا لم يعبروا جميل يضغط عليهم أحد. جميل، سنتقل لمحور آخر لأنه سؤالنا هذا مرتبط بحالة عيش الجامعة الجزائرية في الجزائر الجديدة، يعني وهناك كثير من المؤشرات، من بين المؤشرات كنا تحدثنا عليها في قناة المغاربية هو التوغل الأمن والاستخبارات داخل الحرم الجامعي، اشتراط بعض الموافقات الأمنية للأساتذة اللي يحبوا يخرجوا يحضروا مؤتمرات في الخارج، وكانت هذه من بعض المؤشرات، وسيكون بعض التعليقات حول قضية مجيء تبون في 2019 الظروف التي جاءت بها، سنسأل ضيفنا، نتابع هذا التقرير ونواصل النقاش مشاهدينا الأعزاء. يطلب من جميع المؤسسات الجامعية والبحثية تحسيس المشاركين في التظاهرات والندوات العلمية والفكرية حصولهم أولا على رخصة مسبقة من مؤسساتهم، هذا أبرز ما جاءت به مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجهة إلى أساتذة الجامعات خصوصا المحاضرين منهم، إضافة للأكاديميين والباحثين. إنها رائحة الاستخبارات بامتياز، هكذا علق أحد الأساتذة وهو يبدي علامات التذمر من هذه التعليمات الفوقية.
إجراءات تتناقض مع خارطة البحث العلمي المعلن عنها منذ شهور، ومع تبادل الرؤى والأفكار والانفتاح على تطورات البحث العلمي والفكري وما وصلت إليه الجامعات عبر العالم في رحلتها نحو مزيد من الإبداع العلمي والفكري، ناهيك عما يعرف بتوأمة الجامعات، أضاف أستاذ آخر. في الوقت الذي يطالب فيه كثيرون من الحقل الجامعي بإصلاحات عميقة، بل ثورة في التعليم العالي والبحث العلمي لنفض الغبار عن الجامعات الجزائرية التي أضحت تشغل المراتب الأخيرة عالميا، ها هي وزارة التعليم العالي وبإعاز أمن محض تفاجئ الأسرة الجامعية بمذكرتها، مبررة قرارها بالتحذير من مخاطر استغلال مشاركات الأساتذة الجزائريين من الآراء ذات الأغراض السلبية أو المناوئة للسلطة الفعلية. التبرير عده أساتذة جامعيون شتيمة لذكاء الأستاذ واستصغارا لقيمته العلمية، في حين وصف آخرون التعليم بالإجراء القمعي الذي يمثل اعتداء صارخا على استقلالية الأساتذة والباحثين وحرياتهم. أما عن التقييم القانوني للتعليم فيرى رجال قانون أن حرية المشاركة في التظاهرات العلمية والأكاديمية حق تضمنه قوانين البلاد، فكيف يصبح رجال البحث والعلم تحت طائلة قانون بنحو مفاجئ، تساءل أحد المحامين. والله العظيم أقسم بالله يلي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. أية مرحلة جديدة دخلتها البلاد إذن في إطار ما يعرف بالجزائر الجديدة؟ سؤال آخر يضاف لأسئلة سابقة يؤرق كثيرين، وهم يفاجؤون بالكفة الأمنية الحاضرة في المشهد العلمي بعد الشكوى من طغيان اللون الأخضر على مستوى الجبهة السياسية، في الوقت الذي كان يطالب فيه الحراك الشعبي باستقلالية السلطات ومدننة الحياة في البلاد بدلا من الإغال في عسكرتها. أستاذ دكتور حميد، عنوان بين مشهد الطلبة أثناء الحراك، مطالبهم بتلك الجامعة، حلهم بتلك الجامعة الديمقراطية أيضا في جزائر الديمقراطية، وبين حال الجامعة الآن، وكيف تريد السلطة أن تسيس هذه الجامعة، وأيضا يعني يدقى عليها الجانب الأمني والاستخباراتي، و قضية منع الناس من المشاركة في المؤتمرات إلا بتصريحات أمنية، هذه أثارت الكثير من الحبر. أي جامعة في الجزائر الجديدة؟ شوف سي سليم، خليني فقط نعم، فقدنا دكتور حميد. نفس السؤال للدكتور شيخ بوشيخي، قضية عاد إلينا، تفضل دكتور حميد. هناك انقطاعات كثيرة في الإنترنت في الجزائر الجديدة، إذا صوته موجود نعود نرجع له. هناك انقطاعات في الكهرباء، وانقطاعات ضعف في الإنترنت، وهناك حنفيات غير موجود فيها الماء، هذا كله راه من عناوين الجزائر الجديدة. تفضل دكتور. قلت لك حبيت نعقب فقط على ما قاله دكتور فيحي لما يقول بأن قمة الفساد والرذيلة الكبيرة هو تزوير الانتخابات، هو كان كتب في وقت المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، هو مشكور على كل حال لأنه ابن البلد وهو من النخبة ومن حقه يدافع على أفكاره وعلى الحاجة اللي هي صحيحة. ولكن أنا فقط أذكر دكتور شيخي، التزوير ليس فقط في أنك تزور الاستمارات أو تزور يوم الانتخابات، لأن التزوير عنده عدة أوجه. لما تغلق الإعلام في مرحلة تاع الانتخابات ما تخليش الرأي الآخر، هذا تزوير. لما أنت تحاول أنك تحتوي الأحزاب بعرضات وبندوات وكذا، هذا كذلك يعتبر تزوير. لما أنت مثلا في آخر العهدة تسعب مجيد تبون ينتقل إلى الطلبة ويتلاقى بهم وكأنه يحطهم على أرضاه على 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 هذه المنظومة للطلبة اللي تلاقى بهم، هذا كذلك يعتبر تزوير. لما مثلا
ان نخليه بان البهد السياسي الموجود اليوم ما كانش احزاب حقيقيه دافع على هذا. كذلك تزوير، لما الاعلام الجزائري والقناه العموميه ما يمنحوش الفرصه لكل ابناء الوطن انهم يساهموا بافكارهم وبارائهم وباعتراضاتهم وانتقاداتهم، هذا كذلك تزوير. لما انت مثلا تشوف من المترشحين اللي ترشحوا للرئاسيات لويزا حنون، واللي هي معروفه انها كانت تنتمي الى جهه معينه، الجهة الأمنية، والدليل على ذلك أنها يوم اتهمت كانت مع سي توفيق وسي طرطاب يعني في القنوات على المباشر، ربما كان الأداء هذا. لما تشوف سعيدة نغزة تقول أنا ورايا الكاسكيطة وتقول كلام خطير جدا، ما نقدرش نعود عندكم ندير كذا وكذا في ساحة الشهداء، وتقول أنا معايا الكاسكيطة، هذا كذلك نوع من أنواع التزوير وأنواع التخويف. إذا التزوير هو عنده أنواع يا دكتور شيخي، لا راك متفق معايا، وعلى هذا لازم نحارب، وإحنا كنخبة كمثقفين كأبناء هذا الوطن كل هذه الممارسات باش نرقاو إلى مستوى. هل للجامعة دور في ذلك؟ فعلا تقوم. نعم، هل للجامعة دور في ذلك؟ ما سمعت سؤال سيسر. هل للجامعة دور في ذلك؟ اليوم الجامعة بطبيعة الحال، لما أنا نتكلم لك على الجامعة، أنت تعرف بأن الناس اللي ترقاوا إلى مناصب هما كانوا في منظمات طلابية. هذه المنظمة الطلابية واش تخدم النظام في حد ذاته، ماشي من اليوم، ماشي غير في الجزائر، في الدول المتخلفة كلها، لأن حسب التعاريف الأكاديمية للنضال النقابي، النضال النقابي سواء كان طلابي أو عمالي، هو أنك تبحث عن الحقيقة، تبحث عن الحقيقة والجزء الكبير من الحقيقة تحوله إلى أن يعيشوا المجتمع الجزائري او مجتمعات اخرى، والى رفاهيه، وانك تحسن من اوضاعهم. اذا تكلمنا عن الجزائر نتكلموا عن العمل البيداغوجي والاكاديمي والحاله الاجتماعيه داخل هذه الجامعه. هل فعلا هذا هو دور المنظمات الطلابيه داخل الجامعه؟ اليوم الجامعه بلا ما نغسلوا او ننشروا غسيلنا امام، لان القناه تاعكم يشاهدوا فيها حتى دول اخرى، ما نقدرش نتكلم على واش يحدث في الجامعه وما يعرف واش كاين في الجامعه. اذا كان وزير التعليم العالي مثلا وكل واحد هو معين بار تليفون، ما يعني ما معين، نقدر نقول لك ما يشبه بالكفاءه، لان هناك كفاءات اخرى في الجامعه، وهناك باحثين متميزين جدا لكن يسون مارجيناليزي، لانهم ما يمشوش في نفس الخط نتاع السياسه او التهريج السياسي بالاحرى، وانهم يزوروا الحقائق، وانهم تصبح الجامعه باوامر اداريه والنجاح كذلك وكذا وكذا وكذا. الجامعه اليوم لما تصبح تشوف نتاع بعض الاحزاب سواء الاسلاميه او نتاع فلانه وكذا، عندها مجموعات داخل الجامعه تدافع على هذه الفلسفات وعلى هذا التهريج في كل منصه من المنصات اللي تمر بهم. هذا دليل بان الجامعه مش بحضر ارادتها انها انخرطت بهذه الطريقه، لان عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه، المنظمات الطلابيه كلها كانت من وراه في خلال ربع عهدات، حتى في الانتخابات 19 اللي كانوا مترشحين كانوا وراهم طلبه ويعمروا لهم في القاعات، وهذا معروف لدى العام والخاص. اذا اليوم الجامعه ما صبحتش هذاك الخزان اللي يعرفوه المجتمعات، واللي يصبح فيه الكوادر وفيه نفس الافكار وفيه تضارب بالاراء والابداعات، ووصلوا الى اننا نقوم او اننا نوجه المجتمع ونخرجوه من الأسوأ الى الاحسن. هذا هو دور الجامعه، البحوث كيف تصبح تؤطر المجتمع برمته، المجتمع فعلا السلطه السياسيه من حقها انها تكون نخبه، ولكن هذه النخبه وهذا الطلبه يجب ان يكون عندهم افكار، يكونوا متحررين من التوجيهات ومن الاوامر ومن الاغراءات ومن كذا وكذا وكذا. لذلك اليوم تشوف اللي راهم موجودين سوا في لابيان، نعطيك مثال على واحد الاراندي نسيت اسمه، هذا كان في كل مساراته يطبل لكل الأنظمة وكل الفشل اللي يصرى، واليوم وراه ثاني رجل في البرلمان، هذا خريج المنظمات الطلابية والجامعة. إذا كي تشوف هذه الصورة راح تصبح تحزن على ما يحدث داخل الجامعة، للدور تاعها في سنوات سابقة بعد
الاستقلال من بعد كان دور الجامعه حاجه واحده اخرى، هو صراع الافكار، هو صراع الاراء، هو البحث والبحث العلمي، هو انك وشكون ينجح اكثر وشكون يفوز اكثر وشكون يتاثر اكثر. اليوم ما كانش هذا الشيء، كاين الولاء اكثر، كاين شكون يصفق اكثر، كاين شكون يطبل اكثر، شكون يملا القاعات اكثر، هذا هو اللي عوضناه اليوم. ولذلك كان انا حزين سي سليم على الجامعه الجزائريه. طيب سعود ليك دكتور حميد، دكتور شيخ بوشيخ، يعني صادف اليوم وانا نقل الحلقة ان اليوم بالذات يوم الخميس، اليوم الخميس 18 جويلية، انا قضيت تقريبا يوم كامل في جامعة، في حرم جامعي، واستمعنا الى تدخل مدير الجامعة اليوم، وكان يتحدث عن رتبة الجامعة في بريطانيا ورتبة الجامعة نتاعهم، ما نسميهاش حتى ما عملهاش إشهار، في العالم، في قضية البحث، كم من بحث علمي خرجته تلك الجامعة ومقارنة بجامعات أخرى، وأيضا قضية استقلالية الجامعة، مساهمة الجامعة في الاقتصاد، علاقة الجامعة متاعهم بالمؤسسات الإنتاجية، وكانت كلمة رائعة حول تاريخ الجامعة متاعهم والأفاق. وصدقني ككل مواطن جزائري وأنا أستمع قعدت أفكر في حال جامعتنا الجزائرية، وأنا أتحدث، قيل لي لا يمكن أن تقارن، يعني هل كلمة أنه لا يمكن أن نقارن نفسنا بالجامعات الأمريكية والفرنسية والبريطانية وأيضا الألمانية والإسبانية، هل هذا كلام صحيح أنه لازم نبقى نتحدث عن حالنا الجزائري جزائري؟ يعني دكتور شيخ بوشيخ. نعم السؤال ليك. نعم. ليك دكتور. كل حال انا استمعت للزميل في حديثه، وفي نفس الوقت طرحكم هذا السؤال، احاول ان اجمل. نعم. معذرا نحاول نغلق النوافذ لانه الظاهر انه الاسر هنا اللي تحتفل بابنائها يعني اصبحت عاده البارود الى اخره. نعم. وعلى كل حال فيما يتعلق بالتزوير للأستاذ الفاضل، أنا أعتقد بأن من تحدث على الانتخابات المزورة معناه هناك إرادة سياسية مسبقة بفوز فلان وبالنسبة المعروفة، وهذا كان معروف لدى الجماهير، لدى الناس في الفترة، لم يكن توقع، لم يكن احتمال، حتى وصلنا لدرجة أنه كان هناك كثير من الأشياء التي يعرف سعرها كمنصب. هناك فرق لما نتكلم على سيدة قالت كاسكيطة، هذه لا تمثل إرادة سياسية، أو فلانة انسحبت واقتحمت، هذا شيء آخر، هذه من نتائج، ربما هذه من تفرعات قد يكون هذا. وكلام الأستاذ يعني على رأسي أنا، إذا كان هناك الحديث بأننا نتعاون، هذه كلمة جيدة، لأن دائما أنا أتحدث مع بعض العناصر المعارضة وما بعض الإخوة مع بعض العناصر في الموالاة. احنا كمستقلين على كل حال، وهكذا أرجو أن نقول، لأنه أنا شخصيا تأييدي كبير للرئيس، لكن الطريقة أو العمل أو التصور والأسباب هي التي تختلف. الاستقرار بالنسبة لي هو أساس كل تطور. فلما نتحدث الآن عن هذا الوضع هذا والتعاون فيما بيننا، أولا يكون احترام، أنه من حق الأستاذ صالحي كمعارض أو كموالي، هذا من حقه كمستقل أيضا، وأنا وزميل وكل المشاهدين. في نفس الوقت لابد يكون بالنسبة للذين يرفضون هذه الأشياء التي لا تعجبهم، أن يكون لديهم البديل، لأن أنا شخصيا لو كنت نسكن في خيمة والبرد موجود وتقول لي خرج من الخيمة، أقول لك ما قال من بعد نشوفه، يا أخي من بعد لما تشوف أرواح، لكن أنا هذه الخيمة راهي مريحتني لأنه ما عنديش البديل. برنامج العناصر التي لها قاموس منذ 30 سنة، سوف أعطيك بعض الأمثلة لأنه أنا اللي همي بلدي في النهاية، هذا كله الباقي سوف يبقى كلام. منذ 30 سنة، وترجع أنتم في القناة
سي صالحي ترجع للبلد. يعني كله مسجل في اعتقال. لو الان يتفضل واحد من التقنيين وياخذ لنا مثلا 2014 وكيف كان يتكلم المعارض راح يعني يتغير فقط نبر صوته والاسم، هو نفس القاموس نفس القاموس. فهل من حقنا بل من واجبنا ان نطالب الاخوه في المعارضه؟ هي عناصر على كل حال، ديما نقول هذا الكلام لانه المعارضه لها سمات، ما يمكن نقول عندنا معارضه للاسف، انا نتمنى تكون معارضه. ما هو البديل العملي؟ ما تقول للديمقراطيه، لانه اسرائيل تتكلم عن الديمقراطيه كثر من تتكلم فيها، انا وامريكا تتكلم عن الديمقراطيه وحنا نتكلم عن وروسيا الاتحاديه تتكلم عن الديمقراطيه، اللي يهمني هي الاليات. ما هي الاليات؟ سي ميكانيزم، هذه الاليات اللي توصلنا اننا نقوم بالحلحله على الديكليك فيما يتعلق بمسائل بلادنا. فيما بطرحكم فيما يتعلق الجامعه والجامعه البريطانيه الى اخره، انا نذكر فقط وهذا موجود، يعني ممكن اي واحد مشاهد يدخل الجداريه ويجده، كنت رفعت انا، لان اللي يهمني هو الاصلاح. ما ماني حاب ان يتحاو كاع ونجو كاع، هذه ما كانش، هذه عمرها ما تكون الا بالدماء والعياذ بالله. هذا الكلام يعني كلام حماسي فقط ويكون ممكن مع الاحتلال، ماهوش في 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 بيت الشعب الواحد. كتبت انا رساله مفتوحه ومن حق الناس تقراها، وقلت ما يتعلق بالجامعه كلام يعني واضح، يعني حتى نقول لك يعني بعض الجمل منه، انه في سنة نظن 2019-2020 قلت انه ثلاث مرات والبواب في الجامعة، وانا جاي داخل بعد سنوات يعني عقود في الجامعة، البواب يقول لي مبروك عليكم، نعم مبروك ماذا؟ قال لي غيروا المدير. هذه مكتوبة في الرسالة. وقلت إذا كان جبدة الزبد في المجتمع لا تعين مسؤوليها عن طريق الانتخاب، مشكل كبير حقيقة هنا. لكن في نفس الوقت علينا أن ننتبه بأنه قضية مخابرات واستخبارات وكل هذا الكلام هذا. أنا نحيلك فقط للأستاذ صالحي على جامعة كولومبيا، على جامعة هارفرد، على جامعات في بريطانيا اللي تعرفها أنت تعيش في السوربون إلى آخره، اللي الطلبة سحلوا جروا سحبوا هكذا، وبعض البنات يعني كالقمر هكذا، سبحان الله، من عائلات برجوازية ولسنا في حاجة لأي شيء، باتوا في مراكز الشرطة. والرؤساء الجامعات، رؤساء الجامعة في أمريكا كانوا إلى جانب الكونغرس ولم يكونوا لجانب طلبتهم ولم يحموهم. فهذه الأشياء لا يمكن لنا أن نأخذها هكذا بالمطلق أن الجزائر يسيرها الضابط والجندي، هذا غير صحيح. أنا لما كتبت هذه الأشياء وكتبت في وقت الرئيس الراحل والرئيس الحالي، لا أحد كلمني حتى بالهاتف وقال لي ماذا قلت نهائيا ومطلقا. أنا الذي أريد أن أتحدث به مع زميلي ومعكم مع كل مشاهد، اللي عنده البديل الواقعي الحقيقي فيما يتعلق بالجانب السياسي يتفضل. وإذا كان يعني هو هذا الكلام يقال كثير ويرد كثير. يا دكتور انا عندي الرد، لكن انا ادير الحوار، يعني لان لا استطيع ان اكون طرفا فيه. راح نخلي الاجابه الدكتور حميد علوان. قضيه البديل، يعني شكون البديل؟ يعني اللي يصلح فيه هو تبون في النهايه، كل اللي راه متقدمين يعني، وبالتالي هو اللي راح يفوز في الانتخابات. هل عندكم بديل؟ هل موجود معارضة؟ لماذا غير موجودة هذه المعارضة؟ وإن كان خرجنا عن موضوع الجامعة، يعني ما رأيك في هذه في هذا الطرح؟ ونعود ونرجع للجامعة. أوكي سي سليم، شوف أنا سي شيخي نسمع باهتمام واش راهو يتكلم، لكن لما يجي ويدير واحد العام اللي هو البيفو تاعو ويقول باللي أنا نساند سي سي عبد المجيد تبون، هذا من حقه. لكن لما يربطوا بالاستقرار هنا تولي حكايه ثانيه. انا نتقبلها من مهرجين سياسيين ماشي من النخبه. المهرجين السياسيين اللي في البلاد قدروا يديروا احزاب وقدروا يديروا كذا، هذا والله لا لوم عليهم. لكن لما تجي من عند الزبده تاع الامه، انا اعتبر سي شيخي من الناس المثقفين، من الدكاتره، من الناس المهمين في البلاد.
اختلف او اتفق معه، لكن يبقى شخصيه مثقفه عنده دبلوم جامعي استاذ جامعي محترم. لذلك اظن بان الاستقرار اللي يربطه سي شيخي بشخص هذه تصبح ماشي دوله، هذه تصبح عباره عن قربة. لذلك انا نقول له سي شيخي نفس الكلام يقولوه كل الناس اللي ساندوا عبد العزيز بوتفليقه في الربع عهدات، الاستقرار ما الاستقرار، واللي جاوا يساندوا في العهده الثانيه في الانتخابات قال لك نروحوا الانتخابات لان الاستقرار تاع البلاد. وكان المتحدث هذا ولا سي سليم ولا اللي عندهم راي كما ينتقد كما انا، وكان احنا ضد الاستقرار وكاننا احنا حابين الفوضى في البلاد. لا، احنا نحبوا هذه البلاد الى النخاع ونحبوا الاستقرار تاعها اكثر من اي انسان ربما، وما كاين حتى واحد يتهمنا في الوطنيه تاعنا وفي استقرار هذه البلاد. لذلك انا نطرح عليه اسئله. منظومه بوتفليقه والجماعه اللي كانوا معاه لما راحوا كلهم تقريبا لمرحله معينه حتى توصلوا انه يستقيل الرئيس ويقدم الاستقاله سي قايد صالح، هل دخلت في حرب؟ بعد عبد العزيز بوتفليقه راح مشاها بن صالح شحال مشاها ربي يرحمه، كنا قادرين نديروا انتخابات بطريقه واحده اخرى ويكونوا فرسان في نفتحوا الاعلان نفتحوا كذا، لكن ونراطي الفيراج معليش عندنا فرص واحده اخرى. كذلك انا نطرح له سؤال ونتمنى طول العمر سي عبد المجيد تبون طول العمر ليه ولولاده ولعائلته. اتصور انت واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، هل لما سي عبد المجيد تبون توفيه المنيه مثلا او الوفاه لان نقدر انا نموت غدوه، يقدر يموت هو غدوه، يقدر الشيخ يموت غدوه، اذا كان الاستقرار مربوط بسي عبد المجيد تبون معناتها البلاد هذه راح تروح ولا كيفاه؟ انا نقول له لسي شيخي هذا المنطق خلاص هاي هذا سيد لاجيتاسيون، هذا يسموه التهريج. لذلك اظن بان لما يقول ما كانش بديل سي سليم اعطينا الفرصه افتحوا الساحه للناس خلوا الاعلام يتكلم ديروا ديمقراطيه تكون اراده سياسيه من لابوات نوار ومن رجالات اللي عندهم السلطه في هذه البلاد بلا ما نسمي لابوات نوار هذا، لان احنا نتكلموا على استقرار الدوله بمؤسساتها، استقرار المؤسسه العسكريه يساعد في استقرار البلاد، استقرار مؤسسة الرئاسة وتكون بشفافية ووضوح والكفاءات وكذا هذا يساعد في استقرار البلاد. الوحدة الوطنية يساعد النخبة تكون متحررة. أما أنك تجي وتغلق لي مخي وتغلق علي وتخوفني بالغول تاع الاستقرار والأيادي الأجنبية وكذا وكذا، الجزائر ماهيش قربي. الجزائر هي دولة مستقلة عندها ثروات عندها أبناء عندها وطنيين عندها ناس يخافوا عليها عندها مؤسسة أمنية راهي من الحدود للحدود قاعدة وصاهرة. درك 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 هذا الكلام هذا ما يتقالش في هذا المكان هذا وبهذا المستوى اليوم نتكلموا على نخبة وعلى جامعة. جميل. لذلك البديل أعطيني أنت المساحة والانفيرونمون وأعطيني البيئة فافوراب باش تكون انتخابات وناس يكونوا كاين كفاءات في الجزائر. لماذا ما نرشحوش مثلا سي شيخي؟ لماذا ما يرشحوني انا نترشح مثلا؟ نعم. ونرى المشكل كي تكون المؤسسات موجوده وكل واحد يجيب برنامج ونتنافسوا على البرامج، انت تلاحظ بان احزاب سي عبد المجيد تبون لم يعلن على برنامجه الرئاسي تاع العهده الثانيه، الناس تلفوا كامل حوله وبالاستقرار وكذا لان كانت زردات مقبل. يعني هو نفس بين قوسين العرس سيئة تاع هذا الاحزاب. نعم. العرس الانتخابي هم يسميوه العرس الانتخابي. نحن نتحدث على موضوع عنده صله قويه بهذه وبكل هذا العرس الانتخابي كما تسميه السلطه وايضا اذرعها الاعلاميه والسياسيه. اليوم تم الاعلان عن نتائج بكالوريا الجزائر لعام 2024 والنسبة كانت عالية مقارنة بالنسب اللي كانت في وقت بوتفليقة يعني وبالعام اللي فات على الأقل نسبة 58.22%. الجدل اللي حاصل في هذه القصة يا جماعة الخير مشاهدينا الأعزاء أنه بعض المراقبين ومن داخل يعني المنظومة قالوا أنه إعلان النتائج كان يوم 15 هذا الإعلان الرسمي للنتائج، لكن يبدو أنه النتائج لم تكن كما تريدها السلطة والعهدة على الراوي وعلى الرواة، وبالتالي تقرر التصحيح الثاني والتصحيح الثالث والرابع وقيل
كان هناك تصحيح خامس لتلطيف هذه النتائج وجعلها نتائج أحسن من الماضي لكي تناسب العرس الانتخابي وتناسب وتضم إلى إنجازات تبون. نسمع إلى الوزير وهو يعلن ونسأل ضيوفنا حول هذا الجدل وهذه الأسئلة التي طرحت من طرف الجزائريين. نسبة النجاح الوطنية لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 باعتماد معدل نجاح يساوي 10 أو يفوق هي 58.28%. وتعلمون أن في السنة الماضية كانت نسبة النجاح بعشرة كذلك هي 50.61%، أي أن هناك قفزة نوعية بلغت قرابة 8%. والحمد لله هذا مؤشر آخر، لأننا القفزة النوعية لاحظناها في امتحان شهادة التعليم المتوسط بالارتقاء بالنتائج ب 11.23%. هذا هو المحور الأخير ونحاول نختمه الحلقة، لأنه اللي طرح الأسئلة قال أنه الإعلان الرسمي كان من طرف الوزارة أنه يوم 15، والوزارة أيضا هي التي أعلنت عملية التصحيح للمرة الرابعة والمرة الخامسة، والمعلومات خرجت من داخل المنظومة التعليمية أنه كان يجب إيجاد نسبة نجاح أعلى من السنة اللي فاتت حتى تضم إلى إنجازات، ويقال أنه هذا مؤشر آخر من مؤشرات نجاح سياسة تبون، هكذا قالوا يعني، والعهدة على الرواة. ما رأيك في هذا الجدل دكتور شيخ بوشيخ؟ اسمح لي على كل حال، هو الأصل كل في النقاشات وفي التدافع بين البشر هو الابتعاد عن الظلم، يعني لا نستطيع أن نقول العدل التام لأنه هذا نسبي ومرتبط بأشياء كثيرة. الابتعاد عن الظلم بدأ به هكذا حتى ما يكون نبتعد عن الظلم في الحساب. قبل ما نكلمك أنا، لأنه هذه المسألة هل هناك مصدر رسمي موثق فيما يتعلق هذا الكلام، أنا لا أرى وبالتالي لا أعلق على هذا الكلام. لا أعلق، هذه كلمات مثل ما تفضلت انت بطريقة احترافية، العهد على الراوي، من هو الراوي مبني المشهول لا أعلمه. إذن بالنسبة لي لا حدث، مبروك على أولادنا. أنا نرجع لكلامك كلام زميل علوي، يعني المسألة قد مسألة الاستقرار. حذاري لما نتكلم أننا نوضع في أذهاننا بأننا ننطلق من إيمان وبالتالي المقابل هو الكفر. لما نتحدث هنا على كل حال على الاستقرار، كل له فكرة في الاستقرار. أنا فكرتي، وهذا في الحقيقة شعرت بانهزامية، ما عرف لك الكلمة واضحة، بانهزامية حقيقية في 19، يعني في 2019. البعض يقول من المعارضين كان عندنا هكذا بهذه العبارة، عندنا 20 مليون، يمكن يكون كثر ويمكن يكون أقل لا أدري، لكن كان شيء كبير في الشارع الجزائري. تلك الفترة وأنت معارض ما تقدر ترشح واحد، وأنا سألت كثير منهم يقول لك يشري واحد، عندك 20 مليون على الأقل من مناضلين أحرار شرفاء، وما عندكش واحد اللي تضمن أنه ما يشروش وما يبيعوش. هذا كلام يعني خطير جدا، يعني يشتم البلد، يحط من شأننا. لما يقدم لي واحد من المعارضة في تلك الفترة والناس في الشارع، ومن سوف يجرع على فعل أي شيء، من على الأقل نقيم الحجة. لكن أننا نتكلم أنه يعطوني ونترشح، هذا ما صحش يعني نضال. أنت لك في بلد أستاذ صالحي وأنت أدرى، لكن الحراك يعني الحراك ما كانش حزب سياسي، الحراك ليس حزب سياسي، والحراك ما هوش جايبه يرشح ناس، ولا الحراك كانت حركة ثورية سلمية، لا ليست حزب سياسي، هي حركة ثورية لتغيير نظام الحكم، آليات الحكم، من التزوير إلى الديمقراطية، هكذا كان الحراك، وليس مطلوب الحراك أن يشكل حزب سياسي ولا يكون عنده مرشحين. انت الان رايك هذا ولا سؤال؟ لا يعني هل الحراك، انا اسالك، هل الحراك كان من مطلوب الحراك ان يكون له ممثل؟ والحراك هو عموم الناس، يعني الاسلامي مع اليساري مع العلماني،
نساء رجال أطفال، هي حركة ثورية ضد منظومة حكم. أسألني ولكن تسألني سوف أجيبك. أنا كلامي كان على العناصر المعارضة، على المعارضين، والكثير منهم كان يمر في القناة والتقينا حتى مع بعض يعني صحيح. بعض الملتقيات والندوات لديكم مشكورين. أنا لا أتحدث عن الإنسان اللي كان في الشارع، وهذا معروف يعني في كل العالم، الشعب الشيء والنخبة الشيء سواء سياسية أو رياضية أو ثقافية إلى آخره. النخبة التي ترفع شعار المعارضة كان لها فرصة لو كانت في أي في أي أمة في أي أمة وكان عندها البديل المعارضة كانت تأخذ السلطة عادي طبيعي يعني ما في شك ما في شك. وحنا في تلك الفترة لما جات الانتخابات وقلنا أنا أقول ما لا أنوب عن أي أحد أنه السيد عبد المجيد تبون فاز بالرئاسة بطريقة قانونية لأنه فعلا المعارضة كانت فشلت وكانت في قانونية لكن ليست شرعية ليست شرعية عقل وشرف القانونية شيء والانتخابات لا من يعطي الشرعية نعم. لا لكن القانونية شيء لكن الانتخابات يجب أن تكون يعني أنا أطرح سؤال فقط، هل المطلوب حسب الدستور الجزائري أن تكون الانتخابات قانونية أم تكون شرعية حقيقية يعني؟ طيب سوف نعود إلى هذا لكن خلينا نكمل الفكرة. طيب الفكرة أنه في تلك الفترة كانت الأمور بطبق من ذهب. وحنا الآن لما نتكلم على الاستقرار بالنسبة للأستاذ علوي يعني هو شيء عادي لا يرتبط بشخص بذاته، لكن بالإضافة إلى هذا وأنا نظن إذا كان الأستاذ يعني يرجع فقط هكذا بحروف بسيطة للشارع، أنا أقول بكل صدق يعني مع كل الأهوال اللي عشناها سياسية وغيرها هناك قبول الرجل من طرف بعض الفئات. أنا لا ألاحظها، الناس هناك من له يعني طيب. قبول للرئيس. طيب ما زال دقيقة فقط، دقيقة ليك دقيقة ليك وزوج دقائق الأخيرين لأنه انتهت إلى وقت الحلقة. نعم نصف دقيقة. جميل نصف دقيقة. يعني لما نتكلم احنا الآن على الرئيس والاستقرار وكل هذه الأشياء هذه من أجل ماذا؟ من أجل أن نصلح البلد. لا يمكن أن تصلح أي شيء بدون وجود البدائل وبدون وجود الصبر والنضال. لكن إذا كان حتى الرصيف ليس كما يجب والمقهى لا تسير كما يجب والمسجد هو الرئيس يعني هنا خلل. هناك الخلل الأكبر، الخلل الأكبر يقول البعض، الخلل الأكبر يقول البعض وأنت تعرف هذا الرأي، أنه لما منظومة الحكم تصحر الحالة السياسية وتعتقل الناس المعارضين وترهب الآخرين طبعا لا يكون هناك بديل في الساحة. لما يكون هناك إعلام بصوت واحد للنظام، أحزاب سياسية كلها للنظام، لا يوجد مجال للنقاش العام في النقاش السياسي والإعلامي، طبعا لا يوجد هناك بديل. هذا شيء طبيعي. يعني في دقيقتين، هي آخر دقيقتين لأنه حابين نحكي على الجامعة، لكن الضيفين عندهم ميول سياسية أكثر منها جامعية، مع أنهما يعني من خيرة الأكاديميين يعني، لكن حولوا النقاش إلى النقاش السياسي. ما تعليقك في دقيقتين دكتور حميد ونختم الحلقة؟ أول ملاحظة سي سليم، ما تخلينيش نحس بأنك من لندن تدير في حصة، ما تخلينيش نحس باللي راك مايل إلى جهة معينة. خليك محايد وأعطيني الفرصة نجاوب سي شيخي لأنه يمثل الجامعة ويمثل النخبة ويمثل جهة من السياسة. خليني أقول سي شيخ كلمتين نجاوب على ما قاله. يقول لماذا الحراك ما قدمش الفرسان تاعو مثلا؟ نقول له يا سي شيخي، هل تؤمن بانتخابات نزيهة والناس ينجحوا فيها تنطلق أو أنها يدعى لها من داخل سكانة؟ من القايد صالح هو اللي يعلن على انتخابات وتاريخها من داخل سكانة عسكرية؟ هل هذه انتخابات الإنسان يقدر يروح يترشح فيها ولا يخيره؟ اثنين، هل مثلا لما نقولوا باللي كاين انتخابات نزيهة وشرعية وكذا، نسأل سي شيخي وراهم الجماعة اللي أطروا لهذه الانتخابات تاع 2019 سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، اللي كان مكلف بالأمن اليوم راه في السجن،
واللي كان وزير أول اليوم راه في السجن، اللي زور 6 ملايين استمارة لسي عبد المجيد سي عبد العزيز بوتفليقة، وصبح رئيس حكومة في عهد التبون العهدة الأولى، بعدين راه في سجن الحراش. إذا هذه الانتخابات اللي يتكلم عليها سي شيخي وأنها ستفرز فرسان وأنها كاين بدائل، هذا كلام ضرب من الخيال، ما يتقبلوش العقل. لذلك سي شيخي كأكاديمي مقبول، لكن كمحلل سياسي ما تخلينيش نصبح مجنون باش نتقبل كلامك. خليني نقول لك، أنا شاركت في بناء حزب وكنت من المؤسسين في المؤتمر تاعو تاع دي ميدسا وكذا، إلى يومنا هذا لقريمو ما كانش. لذلك المعارضة أو الأحزاب الحقيقية أو البدائل الحقيقية هي تقتل عند ولادتها. ولذلك أظن بأن حتى لما نتكلموا على انتخابات نزيهة وكذا وشرعية وكذا، أنا خليني نقول لك هذه الانتخابات الشرعية في كل خرجات سي عبد المجيد تبون معه قائد الأركان، ما معهش الوزير الأول، آخر خرجة ما كانش الوزير الأول. لذلك أظن بأن لما تشوف هذا المشهد السياسي اللي يطغى عليه مثل هكذا ممارسات في خرجات متعددة، راح يخليك ماشي تنخرط في السياسة، تعتزل كاريمو السياسة وتعتزل كاريمو تدخل لدارك، وهذا يسموه الإحباط وروح الانتماء وبناء أمة. هذا يهدد المجتمع الجزائري، لأن إذا بقينا في هذه الممارسات رايحين وصلوا إلى أن المجتمع الجزائري سينغلق على نفسه، ويصبح إلا المهرجين هم اللي يصعدوا للساحة، وربما يكونوا رؤساء حتى أنا كنت على صفحتي من بين الأحزاب اللي راهي توالي واللي راهي تدعم سي عبد المجيد تبون، هذا حقه. أنني خايف لك كاش نهار واحد منهم يصبح رئيس، لأن في هذه الحالة الجزائر نقرأ عليها صورة ياسين، وأنا ما نحبش على الجزائر، نحبها تكون دولة قوية بنخبتها بأفكارها بالبدائل المطروحة بالحقائق. انت تغلق علي كلش وتقول لي احنا نساند، وما تساند شكون؟ ما هو برنامج؟ اعطيني الارقام. ما كانش فيه ارقام في اي برنامج بتاعهم. رئيس حزب يجي يرشح ممنوع، النظام الداخلي للاحزاب يمنع عليك انك ترشح واحد خارج الحزب. يجوا احزاب ويعطونهم القنوات ويعطونهم كل شيء، وهذا العبد الضعيف ولا الاستاذ شيخي ما ممكن جدا ما يخلونيش نقابلوا في قناه عموميه. لذلك يجب أننا نكونوا على الأقل عقلاء، قرينة العقل، أنك تعطيني أشياء يتقبلها عقلي. جميل، نكتفي بهذا القدر، ونشكرك على الملاحظة دكتور حميد، لكن راني انزلقت ونقصتني شوية حيادية. الملاحظة في محلها مقبولة يا أخي، وسنأخذها بعين الاعتبار. وانا نشكرك جزيل الشكر دكتور حميد علوان، المحلل الاقتصادي والاكاديمي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من الجزائر. الشكر موصول للدكتور شيخ بوشيخي، استاذ تاريخ الجزائر المعاصر، كان معي عبر الهاتف من وهران غرب الجزائر. اشكر الفريق التقني الذي صاحبنا في هذه الحلقة، والشكر الكبير لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.